وهؤلاء القوم وقد حصل منهم هذا، فإن الواجب على أهل السنة جميعا في اليمن أن يهبوا لنصرة إخوانهم، من استطاع منهم فلا يتأخر بماله ونفسه إن كان مستطيعا، وإلا بماله، فإن الله جل وعلا قد قدم في كثير من آيات الجهاد الدعوة إلى الجهاد في سبيله بالمال. ثم إن مثل هؤلاء تركهم على مثل هذا الحال، وقد وصلوا إلى ما وصلوا إليه على ما بلغنا من أخبار من إخواننا في دماج، والله إنه لعار وسبح على أهل السنة والإيمان وعسكر السنة والقرآن في بلاد اليمن ألا يهبوا لنجدة إخوانهم، فإن هذا واجب عليهم. وهؤلاء الأقوام والله لا تردعهم إلا القوة، والله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فجعل سبحانه وتعالى قتالنا من قاتلنا وبغى علينا قتالا في سبيله، ومن مات في ذلك فهو شهيد بإذن الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.